إذا لابد أن ندعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالحكمة. الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم مات أو لا؟ نعم مات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الحق وما الحق البشر. هل بقي شيئا من الشريعة لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الشريعة لم يبلغ، هذا يكفر كفر أكبر. أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده. هاجر من مكة إلى المدينة، فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس، ليلة الإسراء والمعراج، فرض الله سبحانه وتعالى بنفسه قبل الهجرة بثلاث سنين. مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأمة على بيضاء نقية، وضح لنا كل شيء، حذرنا من الشرك، لم يبقى معنا إلا الاتباع. خاتمة الأصول الثلاثة ذكر المؤلف فيها ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، كل ما يكون بعد الموت، وذكر الكفر بالطاغوت. لا بد من الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. ما هو تعريف الطاغوت؟ ما تجاوز به العبد حده، يعني يتجاوز، يتعدى. بماذا؟ من معبود، يعبد الأحجار والأشجار، ويطيع العلماء والأمراء في معصية الله. ما تجاوز بالعبد حده من معبود أحجار وأشجار، من معبود أو متبوع، نعم أو متبوع علماء السوء، مطاع أمراء خارجين عن طاعة الله، الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبين المؤلف رحمه الله رؤوس الطواغيت خمسة، رؤوس الطواغيت. الأول إبليس نعوذ بالله منه. الثاني من عبد وهو راض. جاء إنسان وسلم عليك وانحنى لك بالركوع وبالسجود، إذا لم تنكر أنت طاغوت. لابد أن تنكر. إذا قال لك إنسان ما شاء الله وشئت، إذا تسكت أنت طاغوت. ماذا تقول له؟ تقول أجعلت لله ندا، بل ما شاء الله وحده. الثالث من الطواغيت من دعا الناس، من دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب ولو قليل، لو قال غدا يفوز الفريق الفلاني مثلا، او تقوم الساعة او يموت فلان. كاذب وكافر، كفر اكبر. الخامس
من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله لا يصح أو حكم فلان من الناس والقوانين مثل حكم الله وأحسن اعتقد هذا كفر أكبر اعتقد أن حكم الله لابد أن يطبق لكن قدم حكم القوانين هذا